مولاي يا ابن الزهراء، هذا نداء العقيدة من خدامكم، وأشهد أنكم ترون مقامي وتسمعون كلامي وتردون سلامي. نداء العقيدة في الخافقين، حسين 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 حسين. بيان الرسالات والأنبياء أطلت به للملا كربلا، وفاضت بنحر الهدى كل عين. حسين 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 حسين. نداء العقيدة في الخافقين، نداء العقيدة في الخافقين. حسين إله السماء اصطفى، على العرش خط اسمه واجتبى. حسين على الشمس أعلو ضياء، ومن خاتم الأنبياء خطاها يا دوحة المجد والعارفين، وخامس أهل العبا طاهرين. لأنت إمام بأمر السماء أطلت به للملا كربلا، وفاضت بنحر الهدى كل عين. حسين 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 حسين. نداء العقيدة في الخافقين، النداء العقيدة في الخافقين. صلاة عليك وألف سلام، فأنت امتداد لخير الأنام، وأنت الشهيد وأنت الإمام، وفيض دمائك يجلب ظلام. يا نفحة الروح والياسمين، ويا جذوة العزم والثائرين، فأنت العطاء وباب الرجاء أطلت به للملا كربلا، وفاضت بنحر الهدى كل عين. حسين 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 حسين. نداء العقيدة في الخافقين، نداء العقيدة في الخافقين. حسين حبى الله من قد حباك، وطوبى لمن نال حقا رضاك. فنحن اهتدينا
بفيض دماك ونحن اتبعنا بأمر خطاك يا فخر فطارس والمؤمنين سنبقى نباهي بك العالمين وهذا صدى الخادم الأوفياء أطلت به للملا كربلا وفاضت بناحر الهدى كل عين حسين 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 نداء العقيدة في الخافقين نداء العقيدة في الخافقين حسين 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 فرشت عبايتي عالقايح يما 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 الزهراء تقول يما فرشت عبايتي عالقايح يوم العاشر بعاشور يا يما وانا لم جسمك لقيتش كم ضلع مكسور حسين حسين يما لقيت شوية من كبدك لقيت الخنصر المبتور يما قمت ألطم على راسي وصيح حسين يا عطشان حسين يا حسين المنظام صوتك حسين يا تقول يما رحت يا ابني على صوب القوم يما ردت اعتيب على العدوان يما باوعت على رجل الخيل قميصك بالحوافر جان قمت الطيوم على راسي وصيح حسين يا عطشان تقول الزهراء انا فاطمه الزكيه وقلبي لهفان وابكي لوليد الغريب المات يما عطشان احضري بمجلس عزاء وين ما كان احضري بمجلس عزاء وين ما لا غنى تقبل منا هذا القليل القليل بأحسن القبول يا الله اشفي وعافي جميع المرضى بمريض كربلاء زين العابدين اقضي حوائج المحتاجين عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه إلى أمواتكم أموات الحاضرين السامعين شيعة أمير المؤمنين خدام الحسين وإلى أرواح علمائنا وشهدائنا نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.